ريهان عبد الله عليكي مسؤوليه اعلان نتيجه افضل فيلم، بس هنفكر الناس كانت ايه الافلام اللي مرشحه في الفئه دي. اوكي. رقم 7 ده عجيب. انت بجد؟ لا عفريته، انا ما صدقت لقيتك. عارفه ان انت بتحبني. عاوزه تعرفي اكتر من ان انا مجنون بيكي. يا جدعان اكيد يا اخوان. انت ليه عايز تعمل فيها بلطجي؟ انا بلطجي؟ يا باشا قول لها احنا معاك. عايزين 100 مره وانت اللي كنت بتنزليه. عايزين تبقوا قد بعض وتلبسوها لنا زي ما بتعملوا. يا باشا احنا مش اخوان. الفلوس دي ملعونه. متع بفلوسك ودلع نفسك. اكيد انت فاكر عمر كان بيحبني قد ايه. انت بجد راجل؟ حاسب خلف. ما تقوليش يا خلف. اموت في البلد. هتقتل 9. السلام عليكم يا جماعة الخير. مساء الخير. مش دي الهند برضو؟ ريسبشن امباسي. نوارة نوارة. ما حسيتش بحد داخل الفيلا؟ لا يا بنتي. انت دخلت هنا ازاي؟ المنطقة اللي اتخط فيها اسمها ابو شنب ما يخطيش فيها العوا. انتي ولا حاجة. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ قلبي مش مظبط عمال يخبط واجي اقول له لا بيدق ده. هدي انتي العروسه ليلى مراد ليه مش ماتت باين؟ هات الواد الامور الاوفر ده ينقذني ونخلص. اه يا بنت المدلوقه. ممكن تشير لي اللوكيشن على الواتس؟ اه حاضر من عينيا. انت عليك التحريات. لقيتك راضع من كلب. اه الكلبه دي بتاعتك؟ دمي. وي ويش يو امي. الواد طلع راضع من كلبه وعنده قوه خارقه. البسين هنا ابن حرام. جالي سفريه مفاجاه بكره شرم الشيخ. نكد بس. نكد ايه؟ تفلى الشر في ايه؟ بنات بلدي بيعملوا مؤامرات في الحمام. ايه ده؟ صدعنيش. كلها افلام حققت حاجه من الاثنين او الاثنين مع بعض، يا اما نجاح جماهيري كبير جدا وايرادات كبيره، يا اما نجاح نقدي وقيمه من صناع السينما. فكلهم افلام حلوه جدا. عايز اعرف بس جيهان عبد الله اختارت ايه شخصيا قبل ما تقولي نتيجه. بالنسبه لي ما فيش مقارنه مع هبتة. هبتة طبعا جميل رائع ده اكيد. كان ظاهره السنه دي. كان ظاهره. ده رأي جيهان. مش عارفين رأي الناس اللي صوتت في الإلكتروني مع الميداني. اختارت أفضل فيلم إيه؟ من 30 سنة. نسبة 37%. وطبعا هو فيلم جميل، وبرضو منى زكي واحمد السقا وشريف منير. بطولة جماعية. ومتعودين عليهم مع بعض ونحبهم مع بعض، ومش عارفه ليه دايما بنحب نشوفهم كده مع بعض. اخراج عمرو عرفه المخرج المتميز، وتاليف الموهوب ايمن بهجت قمر. الجيل ده عمل حاجه في السينما، مش يعني من 15 سنة هو عمل سينما جديدة. ده أكيد. كثير منا قد تتاح لهم الفرصة ويشاهدون الإعلانات. وهي صورة عنا لا تحتاج إلى توضيح. الفلوس دي ملعونة. متع بفلوسك ودلع نفسك. يعني في ناسية كل حاجة، فاكرة بس إن أمي كانت رقاصة. هتقتل 9. ده أكيد ليه علاقة بموضوع اللعنة اللي قلت لكم عليه. أنت ليه محسسني إن أنتم تجار سبح؟ ده إحنا بنبيع الموت يا سادة. لازم تبقى عارف إن إحنا بندفع ثمن غلطتنا. انت القعده جنبك لعنه. عرفت ليه؟ اخرس يا حمار. رجع لهم فلوسهم وبرجع لي علي الرهده معاك. انت مش واخد بالك من اللي بيحصل حواليك ولا ايه؟ سيطر على دي عيله. خلاص ما بقلناش غير بعض. ظهور عمر في هذا اليوم كان له اثر جميل، ولكننا لم ندرك انها بدايه اللعنه.